قال مدرب منتخبنا الوطني للشباب السابق الكابتن محمد النفيعي بأن المنتخب جاهزا للبطولة والتي ستقام في مدينة إربيل العراقية. وأكد النفيعي بأن المنتخب لن يشارك هذه المرة من باب المشاركة فقط، بل سينافس على البطولة. وجاء ذلك في مقابلة أجراها معه زميل محمد الشومي. نذهب مشاهدين الكرام لمتابعة تفاصيل ما ورد في المقابلة بالكامل. محمد مساء الخير. مساء النور، وأحييك وأحيي برنامج الجماهير أخي محمد. نعم كابتن محمد، ما الذي حدث حتى يتم اعتذار الكابتن محمد صالح النفيعي عن الاستمرار لقيادة دفة منتخبنا الوطني للشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر لك شخصيا ولبرنامج أستاذ الجماهير الذي دائما يتابع المنتخبات الوطنية وإعدادها، وأيضا يعني مشاركتها في أي آسيوية. طبعا أنا بالنسبة لي كما تعلم أن الآن أنا متواجد في قطر من أجل دورة البروفيشنال، والمشكلة أنه باقي للبطولة حوالي 25 يوم والدورة ما زالت مستمرة. الآن هي في المرحلة، وأنا الآن في مرحلة ثانية، وصعب أني ألتحق بالمنتخب خاصة البطولة قريبة. فيعني اعتذرت للاتحاد على أساس أنه يعني لمصلحة المنتخب. نعم، يعني هل هذا هو الاعتذار نهائي وإلا فقط حتى تكمل الدورة التدريبية ومن ثم تلتحق بهذا المنتخب؟ ونحن طبعا بلا شك نتمنى لك كل التوفيق في دورة البروفيشنال التي ستحصل عليها إن شاء الله مع نهاية شهر ديسمبر، وبالتالي ستكون واحد من المدربين البروفيشنال الموجودين على الساحة اليمنية. طبعا أنا اعتذرت لبطولة غرب آسيا، وفي الأخير القرار الأول والأخير هو لاتحاد كرة القدم. إذا أرادوا الاستمرار بعد هذه البطولة فلنستمر، وإذا لهم رأي آخر فنحن تحت خدمة الوطن. جميل. كابتن محمد صالح النفيعي، عرف عنك دائما أنك واحد من أفضل المدربين الموجودين على الساحة الرياضية اليمنية، وقدمت خيرة نماذج لاعبي كرة القدم اليمنية في الفئات السنية. هل من مشاريع جديدة تطمح إلى تحقيقها من خلال هذه الدورة التي تخوضها الآن في العاصمة القطرية الدوحة؟ الحمد لله، يعني احنا إلى جانب تدريبنا المنتخبات الوطنية والأندية يعني نحاول أن نسابق الزمن من خلال يعني مشاركتنا في الدورات الآسيوية من أجل الحصول على الجديد، ولكي نواكب علوم التدريب. وإن شاء الله بإذن الله هذه الدورات تعتبر أعلى دورات الاتحاد الآسيوي وهي البروفيشنال، ونشارك فيها أفضل المدربين على مستوى الوطن العربي. وإن شاء الله بإذن الله يعني ما سنتحصل عليه في هذه الدورات بإذن الله بإذن الله يعني ستستفيد رياضتها اليمنية وبالذات المنتخب الوطني أو أي نادي سندربه إن شاء الله، وننقل خبرتنا من واستفادتنا من هذه الدورة ومن جديد كرة القدم من أجل هذا اللاعبين اليمنيين. نعم كابتن محمد، لماذا لا يكون هناك مشروع لدى اتحاد كرة القدم بمحاولة تسويق المدربين اليمنيين، خصوصا من هم حاصلين على شهادات تدريبية عليا، وأنت اليوم على مشارف الحصول على دورة البروفيشنال التي تعتبر واحدة من أرفع الشهادات العلمية في مجال التدريب الرياضي؟ والله أخي محمد أنا لا أخيك أنه للأمانة يعني أنا تفاجأت من الاتحاد القطري وبالذات لجنة تطوير الاتحاد القطري أنهم فاتحين ذراعهم بالذات يعني للمدربين اليمنيين، ومستعدين أن يؤهلوا أي مدرب يمني. وبالعكس يعني أنا لاحظت أنه في اهتمام غير عادي بالنسبة للمدرب اليمني، ومن خلال ما يعني ما لاحظت يعني الأمانة يعني الناس مهتمين وبالذات اليمنيين لا يمكن يرجعوا أي مدرب يمني. فأنا أتمنى أن الاتحاد لكرة القدم أن يعطي المجال أيضا لبقية الزملاء المدربين الذين حاصلين على دورة الإيه وأيضا حاصلين على البي أن يلتحقوا بالدورات التي تقيمها للتطوير للاتحاد القطري، حيث الآن أصبح في بروتوكول يعني بين الاتحاد القطري والاتحاد اليمني، وهم مسهلين للمدربين اليمني من أجل أحد. نعم كلمة أخيرة، نعرف أنك الآن في وسط ميدان كرة القدم تجري اختبارات هذه الدورة لهذه المرحلة من دورة البروفيشنال، كلمة أخيرة تقولها للاعبيك وللكابتن قيس محمد صالح الذي تسلم دفة قيادة المنتخب الوطني خلال هذه البطولة؟ أشي بس تعطيني مساحة أتكلم عن المنتخب. تفضل. طبعا بالنسبة للمنتخب كما تعلم أننا عندما شاركنا في البطولة العربية
شاركنا وكان باقي أظن 17 يوم، فترة الإعداد كانت لها في جو 13 يوم، والكل شاهد المنتخب كيف قدم، وكان يعني وكان ضمن أقوى مجموعة. كان المنتخب التونسي يعتبر من أبطال آسيا إفريقيا، وهي المنتخب السعودي المنتخب السعودي الذي توج باللقب الذي هو، والمنتخب الأوزبكي يعتبر من أبطال آسيا، ومع ذلك قدم المنتخب في ظل أن اللاعبين كانوا متوقفين أكثر من 6 أشهر لأنه كان فيه احتلالات كورونا، ومع ذلك المنتخب هذا قدم أداء غير عادي. إحنا بعد البطولة طبعا رئيس الاتحاد وجه لاستمرار المعسكر، طبعا احنا راينا انه كان الفتره طويله ممكن تكون سلبيه على اللاعبين، فعملنا برنامج على اساس انه كان يبدا في 15/8، لا ندري ليش تاخر البرنامج. وعلى العموم يعني احنا بعد البطوله هذا يعني حرصنا ان نتواصل باللاعبين وعمل لهم برنامج خاص للاعبين. اللاعبين الامانه يعني بعد البطوله هذا لم يتوقفوا سواء من البرنامج اللي كان يرسل عندنا أو تمارينهم على الاتحاد. أيضا إضافة لذلك اللاعبين الآن هم أفضل اللاعبين البارزين في الدوري اليمني، يعني في ذلك المنتخب إن شاء الله في جاهدية، والمنتخب بإذن الله سيقدم وسينافس في هذا في غرب آسيا، خاصة أنه بعد البطولة. البطولة العربية احنا كنا حريصين وكان من ضمن اهدافنا ان ننافس في بطولة الغرباء، والمنتخب مع الاتحاد ايضا. اضافة لذلك اللاعبين الان هم افضل اللاعبين البارزين في الدوري اليمني، يعني في ذلك المنتخب ان شاء الله في جاهدية، والمنتخب باذن الله سيقدم وسينافس في هذا في غرب اسيا، خاصة انه بعد البطولة العربية احنا كنا حريصين وكان من ضمن اهدافنا ان ننافس في بطولة غرب اسيا، وإن شاء الله المنتخب هذا يمتلك خامات على أعلى مستوى لكل شهادة. رسالتي لهم وللكابتن قيس حمد صالح إن شاء الله هذه البطولة بإذن الله ستكون بإذن الله يعني من البطولات اللي سنرى يعني منافسة للكرة اليمنية. نعم، شكرا لك الكابتن محمد صالح. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كما تابعتم المنتخب الوطني للشباب كما يقول المدرب السابق الكابتن محمد النفيعي جاهزا للبطولة وجاهز للمنافسة وليس للمشاركة فقط، وهو ما يعني بأن المنتخب فعلا إلى حد كبير ربما نتفق مع الكابتن محمد النفيعي، هذه الأيام لدينا الدوري والنجوم منتخب الشباب هم الشباب الأكثر وجود وحضور في المباريات الدوري، بالإضافة إلى المعسكر للأيام القليلة القادمة لمزيد من الاحتكاك والتجانس بين روح المنتخب الواحد. و صحيح أنه كان يفترض أن نعد بشكل أكبر وشكل أكثر، وهو ما أكده أيضا الكابتن محمد النفيعي، قال بأنه كان يفترض أنه من منتصف شهر 8 الماضي يكون المنتخب معسكر ولو حتى معسكرا داخليا، لكن ذلك للأسف لم يقم به الاتحاد. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه المادة، يشرفني قراءة آرائكم وتعليقاتكم، وأراكم في مواد أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.